عند دقنة المتاخمة لمطار منغ العسكري، والتقينا في قائد جماعة من كتيبة الشهيد عمر إسماعيل. خبرنا عن الأوضاع الميدانية التي تجري الآن في قرية منغ. الأوضاع كويسة الحمد لله رب العالمين، صامد رغم القصف العنيف من الطائرات الحربية، برامج متفجرة وقنابل نقودية. بإذن الله تعالى صامدون، المطار إن شاء الله تعالى يعني يومين بده يكون بمنام ضباط نحن بيركي بإذن الله تعالى. بإذن الله، هل هناك في صعوبة في التسلل لهذا المطار؟ الصعوبة موجودة لكن الإرادة قوية الحمد لله رب العالمين. هل هناك شهداء أو حتى شهيدين الحمد لله ما في غيرهم؟ الحمد لله رب العالمين. همة الشباب الموجودة الآن داخل سور مطار منغ، امبارح سمعنا أنه تقدمتوا إلى السرية الأولى الموجودة شرق المطار. خبرنا أكثر عن الأوضاع، شو صار فيها وليش تراجعتوا؟ حرص على سلامة المدافع، نحن لو بدنا نحرقهم نحرقناهم، بس نحن حرص على سلامته مشان ناخذهم نحن ونقاتل فيهم هذا الظالم هذا. أيوه تمام. طيب بالنسبة للأضرار المادية في المطار، أضرار مادية وصلتنا أخبار إنه في أكيد إن شاء الله تعالى دبابة ودوشكايين و33 جثة و22 جريح حتى الساعة. تكبير الله أكبر الله أكبر.